بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله الله فكرك هنا يهتكتاتي موليد أكباريو كما يمتوتن شبها ويمدنبو ممتاتشا مرس من ستبت برنامجنا ዛሬም መውሊድን በተመለከተ የሚያመጡት እንዲሁም ደግሞ መውሊድን ሸሪዓዊ የሆነ ለማድረግ የሚጠቀሙት የሆነ አንድ ማምታች አለ ኢንሻአላህ ያንንም እንዳስስ ይሆናል ከዛ በፊት ግን መጀመሪያ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም መች ነው ተወለዱት የሚለው ነገር ለማየት ፈልጋለሁ مولد ميلو قال ماخوذ من الولاده ولاده كميلو قال يتيازن ومولد الرجل وقت ولادته عند سيتولدبت وقت غزي نو مولد الرجل ميبالو لذا نو ميلاد الرجل يبالال عند سو يتولدبت غزي اسم مالته اسم الوقت الذي ولد فيه ميلاد الرجل يبال سلازي مولد النبي سيبال نبي عليه الصلاه والسلام يتولدبتن قن انو ميفلقبت يهن النو عند عامت بهال عند دستا ويم دمو عند عيد ادرغو يازوت معناتنو مجمريا يهنن بال ياكبروت زند يهنن يتولدبتن قن ماوق يقدم አስለን የተወለዱበት ቀን በትክክል ቢታወቅ ራሱ መውሊድ ይፈቀዳል ማለት አይደለም ለምን ከተባለ መረጃ ስለሌለው መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ሰላም አንድም ቀን የተወለዱበትን ቀን አክብረው ስለማያውቁ በቁርአን በሐዲስ በትኛውም በሐዲስ መዛግብቶች ስለ መውሊድ የመጣ ነገር ስለሌለ ሆኖም ግን እነዚህ ሰዎች መውሊድ ብለው የሚያከብሩት ረቢዑል አወል ብለው ነው የሚይዙት ነብይ አለይሂ ሰላቱ ሰላም የተወለዱት በረቢዑል አወል 12ኛው ነው ብለው ያንን ነው የሚያደርጉት እስቲ ስለዚህ ነገር የተወሰነ ውድቅ እንደሆነ ነብይ አለይሂ ሰላቱ ሰላም የተወለዱበት ቀን በትክክል እንደማይታወቅ የተወሰነ ማውሳት እፈልጋለሁ ማለት ነው መታውሊ ደነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መልእክተኛው መቼ ነው የተወለዱት ነብይ አለይሂ ሰላቱ ሰላም እንደሚታወቀው ወሊዳ የውም ለተነይ በሰኞ ዕለት ነው የተወለዱት ይህም ደግሞ في صحيح مسلم ናይ ካቢ ቀታዳ እንደ ተላለፈው አንነ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም سئل عن صوم الاثنين ስለ ሰኞ ጾም ሲጠየቁ ምን አሉ ذاك يوم ولدت فيه ያን ቀን የተወለድኩበት ቀን ነው ብሏል ሰኞ ቀን የተወለዱት ግን የትኛው ወር የትኛው ቀን ላይ የትኛው ሰኞ በየትኛው ወር ላይ ያለው ሰኞ የትኛው ቀን የትኛው ወር ላይ ደግሞ በሚለው ትልቅ የሆነ ኺላፍ አለ ያንን ምናነሳ ይሆናል وكان ذلك في عام الفيل على الصحيح በትክክለኛው አቋም የተወለዱበት አመት عام الفيل የሚባለው አመት ላይ ነው ይላል እሱም ጅምሁሮች ያሉበት አቋም ነው አብርሃ የተባለው የሐበሻ ንጉስ ከዓባን አፈርሳለሁ ብሎ ግመሎች ያኔ ዝሆኖቹን ይዞ የሄደበትና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ትልቅ ተአምር ሰርቶ አዋርዶ በውርደት የመለሰበት ዘመን አመት ማለት ነው ያን አመት ነው ይላል ለምን በዚህ ላይ ሐዲስ መጥቷል አብዱላህ ኢብኑ አባስ ያስተላልፈው ወሊደ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዓመል ፊል መልእክተኛው የዝሆኑ አመት ላይ ያ የዝሆኑ አመት ብሎ በሚታወቀው አመት ላይ ተወልደዋል አሉ። እንግዲህ ይሄ ጅምሁር ዑለሞች ያሉበት ነው አንዳንዶቹ ኢትፋቅ አለበትም ቢሉ። ኢብኑ ከሲር رحمه الله تعالى ይሄን አስመልክቶ ምን አለ? ولمقصود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل መልእክተኛ عليه الصلاه والسلام የዝሆኑ አመት ላይ ተወለዱ على قول الجمهور جمهور አብዛኛው ዑለሞች ያሉበት አቋም ግን ሌላ ማቋም ተሰንዝሯል። فقيل بعده بشهر عند العلماء ملكتين يتولدوا كزهونو عمت كزان غزي
በወር በኋላ ማለት ነው ከአመል ፊል ያን ማለት ነው ከዛም በኋላ ቢባዕደሁ ቢሸህር ከአንድ ወር በኋላ ተወልደዋል አሉ وقيل بأربعين يوما كفيلو تشدومو كاربا كان بوهالا نيتو ولدو تالو وقيل بخمسين يوما كفيلو تشدومو كامسا كان بوهالا نيتو ولدو والو وهو المشهور بزو تشو زند ميتاوكو كزيان بوهالا كدرغيتو بوهالا كهامسا كان بوهالا نيتو ولدو تميلون وقال الآخرون ليلوش دومو منالو بل كان عام الفيل قبل مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر سنين الو عامل فيل يتبالو يعنن عامت ملك تنياو كمولدات شو كاسر عامت بفيت نبرالو النزيرمو كاسر عامت بفيت نبرالو نديت انداراكو تملكتو وقيل ليلو جدومو منالو بثلاث وعشرين سنة كهايا صوست عامت بوحالا نبرالو كهايا صوست عامت بوحالا نبرالو وقيل بعد الفيل بثلاثين سنة ليلو جدومو يهنن يملك تنياو مولد وقيل بعد الفيل بثلاثين سنة سبحان الله كسلاسة عمت بوهالا نبرم بلوال ليلو تشرمو بعد الفيل بأربعين عاما كاربا عمت بوهالا ميالوالو كاربا عمت بوهالا منو ساتشي يتولدو تيالوالو انقري تملكتو غنا يتولدو بات عمت لاي راسو مالتنو منا كل غنا كجماري ومن دال نقر غن جمهورو تيالو بات يتنياونو بلنا عام الفيل لا يلونه ابزهنيو تشدمو وقيل بخمسين يوما كخمسة كان بهالا نو ميلون يزوال مالتنا طيب هي عامتون بتملكتنا هل اتفق العلماء على مولد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم باليوم والشهر ترى عام الفيل النبلنجي علموش مالتنا يمرتين عليه الصلاه والسلام مولد يتولدوبت عامت يعني ور عندهم دمو كانوا تسمامتوال بزي لاي አቋማቸው አንድ ነው በዚህ ላይ ኢንሻአላህ የተወሰኑ ነገራቶች እንበል لم يتفق العلماء على الشهر علماء ملكتين يتولدوبتن ور አልተስማሙም خلاف تفطرال وكذلك وعلى اليوم كانوا مراسو بمن كان يتولدوت سنيو እንደሆነ ይታወቃል ግን የትኛው ሰኞ ላይ የትኛው በሚለው ማለት ነው ምን አድርገዋል علماء ማለት ነው ተለያይቷል ማለት ነው علماء የተለያየ ነገር ሰንዝረዋል ማለት ነው طيب ورون بتملكته ورون بتملكته يتنيا ورن لاينو يتولدوت اميلون بتملكته قيل كفي العلماء وش منالو ولد في شهر رمضان نوالو رمضان ور لاينو ملكتني عليه الصلاه والسلام يتولدوا بلوال رمضان ور لاينو يتولدوا وهو قول الزبير بن بكار بناء على ان اول نزول الوحي كان في رمضان بلا خلاف وكان ذلك على رأس أربعين سنة من عمره فيكون مولده في رمضان ملكتين عليه الصلاة والسلام نبي تدرقوتنا وحي تورد باتشو رمضان لاينا والو سلزي مولداتشو ملكن دزيهون والو نقر قنيه كحق إراك أنققرن قنت بلوال رمضان نوي تولدو تميل قول تقينتوال ورنبة ملكتن وقيل تبالا ليلو تعلمو اجتمو ولد في شهر ربيع الآخر ربيع الآخر لاينو يتولدوت انيا ربيع الأول من رال نقرقن كفيل سوچ من بلوال علمو ربيع الآخر لاينو يتولدوت وقيل كفيلو اجتمو قالو ولد في شهر رجب رجب لاينو يتولد والو وقيل ولد في شهر الصفر بصفر واللاينو يتولدوت ملك تنياو تبالا وقيل ولد في شهر ربيع الأول ربيع الاول لاين يتولدوا تمالو سلازي ورون بتملكته امست عينت ور تتقسوال معناتن كفيلوچو رمضان بلوال كفيلوچو ربيع الاخر بلوال كفيلوچو رجب نو بلوال كفيلوچو صفر نو بلوال كفيلوچو ربيع الاول نو بلوال ربيع الاول نو بلوال نجر كن جمهور علموج ربيع الاول نو ميلون يزو يهدالو معناتن ربيع الاول جمهور አብዛኛው ዑለሞች ይሄንን ይዘው ይሄዳሉ ነገር ግን በአምስት አይነት አቋል ተሰንዝሯል አምስት አይነት አቋል ተሰንዝሯል ረመዳን ረቢዑል አኺር ረጀብ ሶፈርና ረቢዑል አወል ነገር ግን ጅሙር ዑለማ ይተኛው ይዘዋል ብለናል ረቢዑል አወል ሚለውን ይዘዋል ማለት ነው እሺ ወሩ እንግዲህ ኺላፍ ተፈጥሮ በኺላፉ ላይ ጅሙሁር ዑለሞች ያሉበት ረቢዑል አወል ይዘናል ነገር ግን ረቢዑል አወል ነው ያሉ ዑለሞች ራሱ የትኛው ቀኑ ላይ ራሱ ምን ሆነዋል ተለያይቷል
اختلفوا في اليوم ملسوا ربيع الاول جمهور علماء يدبت اندو سن يزن انكو سنمطا ملسوا بذيه بربيع الاول لاي قنو لاي راسو من فطروا ليونت فطروا فقيل منال ولد يوم الاثنين يوم الاثنين تولدت من ربيع الاول كفيلوجن وقيل ولد في شهر ربيع من غير تعيين لهذا اليوم كفيلوجن منالو بقى ربيع لاينو قنو يهن قن تبلو ايجدبم مال ይህን ቀን ተብሎ አይገደብም አሉ። በቃ ረቢዕ ለአወል ለሚለውን ይዘው በቃ ረቢዕ ለአወል ላይ ቀኑን አንገደብም አሉ ከፊል ዑለሞች። ግን ጅምሁር ዑለሞች على يوم معين منه ገድበውታል። ከፊል ዑለሞች በረቢዕ ለአወል ቀኑ ራሱ ገድበውታል። ከፊሎች ምን ብለዋል? አንገደብም ብለውታል። ሳይገድቡስም ብለው ረቢዕ ለአወልን ይዘው ሄደዋል። ነገር ግን ከፊሎቹ አይ ተአይን ይደረጋል ተአይን አድርገውታል። ግን ይሄንን ተአይን ሲያደርጉ ምን አሉ? واختلفوا في التعيين اليوم على الأقوال بيان سمنت عينت تعيينوش متوال بس سمنت عينت دمو تلايتو على النزيه دمو قيل من قالو كفيروشو ولد في الثاني من ربيع الأول ربيع الأول ورلي خلتن يوك أن لاينو يتولدو تالو خلتن يوك أن لاين وهذا قول ابن عبد البر يه عبد البر يالبت عقو عمنو رواية لرواية الواقدي عن أبي مشعر نجيح بن عبد الرحمن المدني كسو يزو مالتنو كذا يمتا رواية اللي يعني يزو ربيع الثاني نيتولدوت ولد في ثاني من ربيع الأول ربيع الأول خلتنياو كأن بلو بزيه دوان وقيل ليلوش دمو في الثامن من ربيع الأول كربيع الأول سمنتنياو كأنو بلوان يما جمره لتنياوك النبر هون دمو سمنتنياوك نالو وهذا قول ابن حزم ابن حزم هند ندقفال سمنتنياو يا ربيع الأول سمنتنياو ملو ورواه مالك وكذلك مالكم أورتو تال وعقيل ويونس بن يزيد وغيرهم ليلو جم النزي هوني تكسنا شو علمو جم ليلو جم سمنتنياو نيزوال عن الزهري عن محمد بن جبير ابن مطعم جبير بن مطعم كسو يزو مالتنو محمد بن جبير بن مطعم يزو مالتنو زهري كسو يزو مالتنو ونقل ابن عبد البر عن أصحاب التاريخ أنهم صححوا عبد يعني وكذلك ابن عبد البر كتاريخ علموج اندوم دمو بالبيتوج يهنن يزوال كزام يهنن يمتاو رواية صحيح انداد الرقوت تقصوال وقطع به الحافظ الكبير محمد بن موسى الخوارزمي يهم محمد بن موسى يهننم من أرغوتال قد عدرغو برغت أن ينتبلو يهن ناس كمدوال ورجحه الحافظ أبو الخطاب ابن دحية في كتابه السم بكتاب لا يمالتنو أبو الحافظ ابن دحية يهننم سمنتنيو كان يزو هيدوال مالتنو بزوت شو مالتنو يهن سمنتنيو من أرغوتال يزوت هيدوال مالتنو وبه قال أكثر أهل الحديث أبزاهن يوي حديث بالبيتوشم يزوت هيدوال ومن لديه درايه بهذا الشان بزي قداي لا يمالتنو يتلايا اوقات يالاچو اندو معرفه يالاچو علموچم سمنتنياون كان اصدقو هيدوال مكناتهم صح يعني تابعي جليل كتالك تابعي يمتا صحيح يونا من سلاله زغبا سلاله مالتنو يهنن يزو هيدوال بزوچو صحيح ادرغوتال ورجحه من المعاصرين الالباني امام الالباني كزماناتن كنبروا كقرب كنبروتم يهنن دغفال سمنتنياو ميلو تنكر ياله بزو علموچ يالوبت اقوامنو وقيل ليروچو دومو منالو في التاسع من ربيع الاول يا ربيع الاول زتنياو نوالو ومعتمد هذا القول على تحقيق بعض العلماء الفلك بزوم علماء فلكوچ الناسو ناتو يهنن اقوام يازوت مالتنو زتنياو يالوت وقيل ولد في العاشر من ربيع الاول ليلوچو دومو بربيع الاول عصرنياو نوالو وهو مروي عن الشعبي وابي جعفر الباقر امام الشعبي وكذلك ابو جعفر الباقي باقر اهنن عصرنياو قلاينو بلوال وقيل في الثاني عشر من ربيع الاول ليلوچو دومو اي عصره لتنياو ربيع الاول لاينو بلو هيدوال ونص عليه ابن اسحاق ابن اسحاق اهنن دقفال وفيه رواية ابن ابي شيبة عن ابن عباس وجابر كابن عباس انا كجابر يمتا ابن ابي شيبة يازو كجابر انا كابن عباس ابن عباس كنا كجابر يازو الله وهو المشهور عند الجمهور ابزاهن علمو الجمهور وشم زند متاوكو يهن عصره لتنيا وربعي الاول ميلو جمهور يزن متاوكو يهن وقيل عندهم ليلام تبالة في التاسع عشر من ربيع الاول
السابع العشر عشر سبتني يوم ربيع الأول عشر سبتني يوم نوبلون وهو قول بعض يعني الشيعة هي الشيعة وش إنه أبزاني ويزوت هيدوت وهو قول ضعيف نقرقني هنا نقرقر بتأم ضعيفنا عشر سبتني يوم يلوم أرتي ربيع الأول عشر سبتني يوم يلوم وقيل في الثامن عشر من ربيع الأول ليلوش دماء عشر سبتني يوم ربيع الأول نالو وقيل في الثاني والعشرين من ربيع الأول ليلوش دماء دلهم حياه للتني يوم ربيع الأول لا ينوبلون نقله ابن دحية من خط الوزير أبي رافع بن حافظ أبي محمد ابن حزم عن أبيه انقدي هننم حياه للتنيون ميلوم تقينتو المالتنا سلزي أهن فهذه الخمس أقوال في الاختلاف في شهر الولادة ورم بتملكة عمست أقوال تكسنا ورم بتملكة عمست رمضان ربيع الآخر رجب صفر ربيع الأول جمهور رجو ربيع الأول بيلوم وكذلك كفيلوتشو ربيع الأول لراسو بلو يازوت كانون ربيع الأول يتنيا ولا يسيبالو كانون عنقدبهم يالوالو من غير تعيين يالوالو جمهوروتشو دو معي من يعني يوم معين منه تعيين أدرقو كانون قدبوال نقرقن يه تعيين أدرقوت كانو يقدبو تراسو سنتاقوال متا سمنتاين تتقسوال كفيلوتشو لتنيا ولا ربيع الأول ماتنو كفيلوتشو سمنتنيا ولا كفيلوتشو زتنيا ولا كفيلوتشو عسرنيا ولا كفيلوتشو عسره لتنيا ولا جمهوروتشو زند ميتاوكو يه بيهونم كفيلوتشو عسرا سبتنيا كفيلوتشو عسرا سمنتنيا كفيلوتشو هاهو لتنيا ولا سمنتنيا نيا لو تراسو بتأم تنكر من رجاني اللاجو جمهورو زند ميتاوكو عسره لتنيا بيهونم نقرقن سمنتنيا ولا يقن هن نص يادرقو بزوجالو سلازيك أنا راسو من هنا عندي تلاعية مالتنا عندي من هنا تلاعية تعالى إيه من يتقو منال ملكتنيا ويتول لدبة عمد سلاي وارو لاي كأنو لاي بتككل يالا مزقبو خلاف مفتقرو من دنو مياس أيو كتب على وهذا يدل على أن صحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم لم يحتفلوا بيوم مولده صلى الله عليه وسلم صحابو جم كالزنبها ليمتوت يديلك أنتج بملكتين عليه الصلاة والسلام مولد من اندال ادرغونو اندال تسات يهنن اندال اكبروا بغلص ياسيال معناتنو لمن كتباله لانهم لو كانوا يحتفلون لحفظ يوم مولده اونت مولد ميا كبروا بيهون نورو اندي تككلنياو قني يطفال اندي تعاوقوتم ويس قانون سايوقوت نبر زم بلا مولد سي اكبروا ينبروا كملكتين عليه الصلاه والسلام غا يانن ميدرج بيهون نورو انديت بتككل ملكتنيا يتولدوبت ورنا قن لا امهاتو يسترالفهم ولو كان في حفظ اليوم منفعه دينيه تعود على الامه لكانوا اولى الناس بحفظه وبيانه واظهاره كملكتنيا مولد غات يايزو بدين لا ميدنغغ اديس نغر بينون نورو كساچو مولد غا يتياز شريعه يتدنغغ نغر بينون نورو كمان نمبلاي صحابوش يساكو مولدن كان يوقوت نبر كمان نمبلاي تابعيوش عتبا تابعيوش النزال لنبي عليه الصلاة والسلام قرب يهونوت بأكالي أيواتش ينبروت إهنن كان بقلس ياسك أمتوت نبر يقلسوت نبر يابراروت نبر سلازي من يلم كساكو مولدقا يتيازة إنيان يتاكمان التبرو يتاسبه نقر يتاكمت الشريعي دنقاقي نقر يلم لزام سلهونا من تدرق قانون مالتنو بيون التكمت مالتنو تعالى علموش اندي تخالفو سال بزوش اندي تناقرو سال اندي تادرقو نو قرطة وربيع الأول عصره لتنياوك النبي عليه الصلاة والسلام لذات نبرو ليا كبرو يشالوت كيت نهين ارقت اني نتنيا جنيوت كيت يمتانو النزي تعالى الله كلا يتكسنا چهو علموش بزي اينات ملكو خلاف كفترو بتك كل الساتشو يتولدوا بتن كان اندو جمهوروش يهدوا بت إيالين انجي قد عين ارقتن يهونن إهن نو كلن إهن كان نو بلن من ناقر بمان تلبت هنيت علي اندي تدرقون مولودي كبرال ببالو إهن من أكل كحك إراك اندو هنا مولود من أكل باطل اندو هنا بتعام قلص فنتو أرقو ميهسيين نقر إهن كملكتن يو يعني مسالي ملكتن يو يتولدوا بتن كان سنيود مهنون تناقروا لمن سنيو كصونغ يتهيز سلوهنا سنيو مصوم يتودد سلوهنا ملكتين عليه الصلاة والسلام سنيو كان الله سبحانه وتعالى شكرا لله من يدرقالو يصومالو نقرقن يتولدو بتن كان قنال تنقرو
ምን ስለሌለ ከዛ ጋም ያያይዘው ነገር የለም። እኛም የታዘዝነው እኮ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ቢዕታ ከተላኩ በኋላ ከተወለዱበት ጊዜ ጀምሮ ያለውን ሳይሆን ነብይ ከተደረጉና መልእክት ከመጣቸው ጊዜ ጀምሮ ያለውን ነው እኛን የሚመለከተን ብዙ ማለት ነው። አላህ የተለያዩ ነገራቶች ያዘዘን ከዛ ጊዜ ያለውን ጀምሮ ነው። ስለዚህ እንዴት አድርጎ ነው ሰው በዚህ ሁኔታ ላይ እንዲህ ቀውጢ የሆነ ኺላፍ ባለበት እርግጠኛ ባልተኮነበት ላይ መውሊድን ለማክበር ይህ ሁሉ እርም ይባለው? አሁን ይሄ ምን ነው እኮ ቀኑ ራሱ ቢታወቅ መውሊድ ይፈቀዳል ማለት አይደለም። ግን እነሱ ያሉበት ምናክል ከሐቅ ይራቁ እንደሆኑ ለመጠቆም ነው። እንደው ቢፈቀድ ራሱ መውሊዱ ለማክበር የግድ የተወለዱበትን ቀን ማወቅ ነው ስለነበረብን ነው። ግን መውሊዱ ማልተነገገ መረጃም የለው የተወለዱበትም ቀን በትክክል ይህ ነው ተብሎ በቁርጠኝነት ሊነገር የሚችል መረጃ አንድም የለም። ስለዚህ ይሄ ግልጽ የሆነ ከመልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ሰላም የተወለዱበትን ቀን በተመለከተ እኛን ማለት ነው ሚያሳስበን የሚገባ ከዲናችን ጋር የተያዘ የተደነገገ ድንጋጌ የለም። ይሄ ሁሉ መውሊድ ያላከበረ የመልእክተኛው ውዴታ አድርገው የሚቆጥሩት ነገር ሁሉ ባዶ يعني ሙግት ካልሆነ በስተቀር ምንም መረጃ የሌለው ከንቱ የሆነ ባጢል መሆኑ ከዚህ መረዳት እንችላለን ማለት ነው። طيب ይሄንን እንዲካልን